عالسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي وحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. أخبار الترجي الرياضي التونسي، الهوني والبدري يتألقان والمجموعات تهدد. حقق فريق باب سويقة المطلوب وفرض سيطرته على منافسه النجم الساعلي بعد الفوز عليه ذهابا وإياب، وتمكن بفضل انتصاره الأخير من ثنائية تنيس البدري وغيث الوهابي من تقليص الفارق مع المتصدر إلى مستوى نقطة واحدة وضمان مقعد رسمي في مرحلة التتويج. انتصار الترجي في ملعب سوسة وإلحاق الهزيمة الثانية بالمتصدر في مشوار البطولة أثبت أن فريق باب سويقة استعاد توهجه وتألقوا بعد أن وجد الإطار الفني أخيرا التركيبة المناسبة رغم عديد العراقيل جراء غياب النسق والتقطعات. مع تتالي المباريات وخاصة منذ مواجهة الملعب التونسي، بدأت تظهر على الترجي ملامح فريق قوي ومنظم ويعرف كيفاش يتصرف في المباريات حسب قيمة المنافس، وهي بوادر إيجابية باش تفيد أبناء معلول مع مرور المباراة حتى يكون الفريق على أتم الجاهزية لرابطة الأبطال الإفريقية اللي يسهلها الفريق بعد 10 أيام ضمن دور المجموعات. الترجي أثبت أنه مواجهة الكلاسيكو أنه فريق عتيد وخاصة على مستوى الأداء الجماعي والفردي، فالظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة أثبت من مباراة إلى أخرى أنه جدير بثقة الجماهير، خاصة أنه يبذل كل جهده من أجل مساعدة الفريق هجوميا ويصوب كل ما نال الفرصة ويعود للتغطية الدفاعية ويقاتل من أجل افتكاك الكرة. هاني عمامو أثبت مرة أخرى أنه يشكل ثنائي ممتاز مع ياسين مرياح خاصة على مستوى التناغم والانسجام. على مستوى وسط الميدان استعاد فوسيني كوليبالي دوره الدفاعي على أفضل حال، وكان سد منيح في وسط الدفاع ودوره التكتيكي بالأساس من أجل التغطية على بن رمضان حتى يتحرك الأخير بكل حرية. أما النقطة المضيئة في الهجوم فهي عودة الفورمة للثنائي أنيس البدري وحمد الهوني بذكريات السنوات الفارطة، وقد أبدع الهوني بمراوغاته وسرعة إيجاد الحلول على مستوى التمريرات الدقيقة ونجاعة البدري في اقتناص الفرص وتسجيل الأهداف، خاصة أنه سجل 3 أهداف في آخر 3 مباريات. المغربي صابر بوغرين كان له دور كبير في تحسن النزعة الهجومية للترجي اللي فرض سيطرته على منافسه أمام جماهيره وعلى ميدانه وقدم شوط أول من أعلى طراز. المغربي منذ عودته للتشكيلة تطور مردوده، لكن عليه مواصلة العمل لأنه مهمته في صناعة اللعب وعليه أن يكون جاهز على المستويين البدني والفني خاصة في رابطة الأبطال. أما حارس المرمى معز بن شريفية فيستحق الثناء عندما يبدع وننتقده عندما يخطئ، فقد ساهم بقسط كبير في فوز فريقه بعد تصديه لكرتين كانتان تمثلان خطرا كبيرا على شبكة الترجي الرياضي. ويتمنى الجمهور أنه يواصل بن شريفية على نفس المنوال في ظل المنافسة الكبيرة مع الدبشي. مثل قرار الاتحاد الافريقي والقاضي بغلق المنعرجين الجنوبي والشمالي لملعب رادس أمام الجماهير في المسابقة القارية مثل صدمة حقيقية لجماهير الترجي. قرار جعل مجموعة أحباء فريق باب سويقة تتحرك وتصدر بيان شديد اللهجة تطالب فيه سلطة الأشراف الممثلة في وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الحي الوطني الرياضي بضرورة التدخل العاجل ووضع الكراسي في المنعرج الجنوبي الفيراج الخاص بأحباء الترجي مثل ما طلب الاتحاد الافريقي، وذلك قبل يوم الخميس 2 فبراير الجاري. وأكد بيان مجموعات الترجي أنه في صورة عدم تجاوب سلطة الإشراف بما يسمح بفتح المنعرج مستقبلا في مباراة الترجي القارية فإنها ستقوم بمسيرة جماهيرية كبيرة.